طيب كهربا رجع لبيته والضغط العالي شغال من كل الاتجاهات، لكن انه يقال انه الاهلي مشى كهربا من الزمالك علشان الزمالك يفقد الدوري، ده مش مشى كهربا بس، ده كمان مشى الخواجه، وده مش رايي، ده راي الكابتن جمال عبد الحميد، مهم نسمعه. دي انا قلتها لك، كهربا لو راح نادي الاهلي يبقى دي خطه ان الزمالك يفضى من جروس، يفضى من كهربا، مش عارف مشاكل في مين جاله عقد في الاتحاد الجده ومين مش عارف ايه، والزمالك اتفركش ايوه. طب وخسر ما عبد الدوري الله السعيد وخسر الزمالك الدوري فقده، هل الزمالك كان عايز يفضي عبد الله السعيد وعايز ياخد وخسر الدوري. انا بتكلم على الكهربا، انت دلوقتي هتفتح لنا على حاجات الله. طب ما انا انا بتكلم على مش كهربا. لازم اكون طيب امين في كهربا الكلام، مشي، انت مشي بتفتح في جهه واحده، افتح في لا انت بتقول لي جهتين. كهربا راح النادي الاهلي، ايوه. طب ما كهربا كان عبد مشي الله راح قبليها نادي باربع الزمالك. مباريات ليه؟ ليه مشي قبل الدوري باربع مباريات؟ ايوه. دي مش ليه؟ قصتي انا، مش يعني انت بتسالني انا، عشان الزمالك مش يفضى، بتاعتي. عشان الزمالك يفضى يخسر الدوري. مش عارف الكابتن جمال ماله يعني، يعني عايش في، وانت مشيت من الاهلي ليه ورحت الزمالك ليه وبقيت عداه؟ كانت خطه من الزمالك انه يفضي الاهلي كهربا لحد الشهر اللي فات، كانت الناس بتقول مش رايح الاهلي، وكل الزملكاويه كانوا بيقولوا كده. القرار عندك في ناس جهاز فني تراهن. جديد، انت عندك جهاز فني لازم يقول رايه. الجهاز الفني محتاج وقت، بتقول له ده، حتى لو قلنا له احنا الفلان الفلاني ده هاي بشخصيه واحد زفايلر، لا انا اشوف بنفسي والم معلوماتي بنفسي. لحد من اسبوعين اوكي ممكن نجيب كهرباء، انا موافق. بس فالكلام بقى والخطط والبتاع ده، هو احنا اللي افتعلنا مشكله تسجيل عقد كهرباء؟ انا عايز اعرف هو الناس ليه مش بتتكلم في دي. هو كهرباء مشكلته مع الزمالك انه عايز يجي الاهلي؟ لا، مشكلته انه راجل كان له عقد عايز يعدله، عشان يعيروه عدوه، عقده كل ما يقرب يخلص ما يسجلوش العقد، راحوا عاملين عقد تاني وما تسجلش في الميعاد المناسب. الناس تسأل هو تسجل ازاي، بدل ما يقعدوا يقولوا هو الاهلي اللي ما سجلش العقد. يعني هو العقد لو تسجل في ميعاده كان في حد يقدر يمشي كهربا؟ ولا هو كان يفكر يمشي؟ او لو مشي ساعتها هيبقى ماشي بانه هو عايز يتعرض للجزاء والغرامه وزي، وبعدين يجي يقول لك ايه وازاي الاهلي وهو عارف ان ده هربان؟ طب ما انت جبت عصام الحضري، كابتن عصام الحضري كان في سيون جه عليك بشهاده مؤقته. مين اللي هرب ابراهيم سعيد قبل ماتش القمه؟ هو جاي من ليبيريا. ده لسه ده ابراهيم سعيد. تخيل بقى، تخيل ان في حد من اللي بيجيبوا التايهه بيعتبر ان احنا اللي تامرنا على ابراهيم سعيد. يعني شوف كل ده. وان انت كنت في اتحاد الكوره صحيح، انا شفت فيديو تقريبا كده. لا ده الفيديو ده بيتكلم على كان ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد ووائل الاباني، بس وائل الاباني وابراهيم سعيد كانوا في نفس التوقيت. كابتن وائل، ولا انت عمال بتفكرني؟ برضه حد بعت لي حاجه، هو الراجل يعني ما غلطش في حد، بس هو لمح تلميحه غريبه قوي. كابتن وائل الاباني على فكره له اخ اسمه عاطف الاباني، كان في قطاع ناشئين وكان فيرود، كان من لعيبه الاهلي. كان لعيب كويس وكان متوقع له. لعب ماتش 85 بتاع 3-2. قالوا زمالك يعني، مش عارف لعب ولا لا. لا لعب. لكن هو كان من الفراوده اللي كان الاهلي متوقع انه يكملوا معاه، ومره واحده اختفى، معرفش ايه الملابسات يعني، وراح الترسانه فتره طويله. المهم وراح اسوان. المهم ان كابتن وائل اباني بيقول ايه؟ بيقول له انت مضيت للاهلي، فشرح ان الزمالك طلب طلبات ومحدش رد عليه وكان العقد بيخلص. الاسباب يعني يراها منطقيه، ان خلاص انت مش عايزني وانا اروح اشوف مصلحتي، فرحت الاهلي. طب رجعت الزمالك ليه؟ لان الاهلي ما التزمش بكلمته. قلت له انا مش عايز حد يعرف. فالكلام طلع من جوه النادي الاهلي. قال له يعني ايه؟ مين اللي طلع كلام؟ طبعا كريم بقى، اللذيذ في كريم ان هو يفتكر ان يعني ايه البراءه وبتاع، هم متكلمين في كلم على هو كريم عايزه خطاب. كريم خطاب. هو عايزه يقول اسمي. مين يعني؟ مين اللي كان يعرف؟
يعني مين اللي كان يعرف؟ قال له هم اثنين، بدر ضياء السيد، ضياء السيد كابتن ضياء السيد وعادل القيعي. بس مش ضياء السيد. فهم عايزين يبرزوا ومفيش الا اثنين، ان انا اللي طلعت الكلام، انا عادل القيعي اللي ابني ما بيعرفش انا بعمل ايه، اللي معايا في البيت هطلع الكلام. اعمل احنا بنروح سوا الموضوع ده ببساطه شديده جدا، وهو مش انا مش خالقه عشان نتحاور فيه. يعني حتى لو رد عليا اي رد مش هعلق تاني. وكان اللي بيدير الموضوع ومعانا في الصوره كابتن اخوه موجود يعني. اي فلما جه كابتن وائل، يا كابتن انت مصر على الاهلي؟ انا مصر على الاهلي. خلاص مصر على الاهلي، طب نعمل عقود ليه دلوقتي؟ انت قدامك 6 اشهر. على فكره كنا في الوقت القانوني يعني. كنا داخلين بقى على 6 اشهر اللي ممكن يتنقل. طب عايز عقد ليه دلوقتي؟ لا عشان اتحرر من الضغوط، انا عليها ضغوط كتير جدا. ماشي. وبعدين تم طلب انه ياخد مبلغ 100,000 جنيه علشان يعني. طب لا، ما هو يقول لك طب انا همضي لك ولو رجعت في كلامك. قلت له عشان كده ما تمضيش، استنى لاخر السنه. لا عايز اقطع العرق وانا محتار، عايز اخلص من الموضوع ده. انا في مواضيع كده يجي لي هاجس مش مطمن، في حته في حاجه في حته في الموضوع ده. المره الوحيده اللي اصريت ان الفلوس بتدفع في مكتب المحامي الاستاذ حلمي عبد الرازق. المره الوحيده. ومعايا مسؤول الحسابات في النادي الاهلي، هو اللي مضيه وهو اللي قبضه وهو اللي ياخد منه الوصل. ادي الجانب القانوني، ادي الجانب المالي وانا قاعد. ففكره ان ما كانش حد يعرف، لا كان فيه حد وسبت واثنين وثلاثه كانوا يعرفوا. انا رحت اعمل عمره، هو ذكر ان هو طلبني كنت فعلا في العمره. في العمره انا وانا قاعد في الحرم التليفون عمال بعمله كده فايبريشن يعني. بصيت لقيت اسم كابتن وائل طلع، حسيت خليت مش هيكلمك. خليت صليت وطلعت كلمته. اول ما قال له قلت له رجعت في كلامك؟ فقال لي يا كابتن والله ما تعرف. قلت له خلاص ما تعملش اي حاجه غير لما ارجع مصر عشان نشوف نعالج الموضوع ده. بكلم يعني بهدوء شديد جدا. كلمني الكابتن حسن اول ما رجعت، كابتن حسن حمدي. دكتور كمال درويش كلمني، قال لي الدكتور كمال درويش كلمني ووائل رجع في كلامه وعدلي عايزين نديله العقود. قلت له والله امرك. بس انا يا كابتن انا هبعت لك العقود انت تديها للدكتور كمال. ايوه في ايده. ايوه. قال لي لا ازاي، ده رئيس نادي. ماله هو مال الكلام ده، ادي العقود لوائل. قلت له هقول لك ليه يا كابتن. بص شياكتك. لا ده 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 راجل يعني. السير حسن حمدي صحيح. نبل صحيح. ايه ده صحيح. قلت له بس افتكر كلام يا كابتن، انا عايزك تديله العقود دي لان هم بيشتغلوا على ابراهيم سعيد دلوقتي. ابراهيم سعيد مش عايز يمضي بقالنا شهرين. ابراهيم سعيد اخر مره قلت له طب طلباتك ايه؟ فقال لي 1 2 3. قلت له واحنا موافقين؟ فقال لي طب استنى اما ارجع اسال والدي. قلت له انت مش عايز تيجي يا ابراهيم. ابراهيم سعيد قال عايز احترف بره، جبنا له عقود احتراف بره. الموضوع كان كده تركيا وكده. رفضها 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 كلها لحد ما جه الميعاد اللي انا عارف، وكان خلاص واضح يعني هو رايح فين وكده. فهو قلت له يعني انت لما تديه للدكتور كمال يبقى الدكتور كمال ساعه الجد هنقول له برضه انت ابعد عن ابراهيم سعيد وخلاص يا دار ما دخلك شر. فالكابتن حسن قال لا، ادي لوائل ورقه وما اظنش ان ده هيحصل. اديت الكابتن وائل ورقه وخلصت. وهو وائل ما يعني ما بعدش عن القصه قوي يعني، معظم القصه صحيحه الا في الجزئيه دي. الشيء طبعا اللي انا ما شفتوش ما اقدرش احكم عليه ان الموضوع اتسرب وان هم في الزمالك قالوا له، حد قال لنا في الاهلي. انما التصور او التلميح ان انا في اتنين بس واحد ما قالش. واحد ما قالش والتاني مش عايزين نظلمه. لا ما كانتش كده، لان ما كانش في كانوش اتنين، ده كان ناس كتير عارفين. هو كان مع اخوه طبعا.
ما كناش عاملينها يعني هو فسرها ان كنا عاملينها للتباهي. يعني احنا يعني مش يعني خلاص مش بتاعتنا بالظبط واخد بالك. لكن طيب. كهرباء احنا خلصنا كهرباء ولا هنيجي تاني؟ لا هنرجع لكهرباء وكهرباء هيخلص. اه لا كهرباء فانت كمان في حد برضه في برامج انت بتقول الكابتن جمال عبد الحميد. بص الكابتن جمال عبد الحميد بس في نقطه بس خلص لك دي. فالكابتن كهرباء لما جه العقد ما تسجلش وخلصت السنه ايوه وهو راح السعوديه ولم يوفق عايز يجدد عقده. ودي مشكله كنا بنتابعها كلنا. ايوه والاهلي ما كانش في دماغه ان هو لسه هيعمل ايه معاه خالص يعني. لانه احنا مش مصدقين برضو ان الزمالك هيسيبه. ايوه ومش عارفين ان الزمالك عنده مشكله في قيد او في تسجيل العقد. أيوة. نعرف مين؟ طب لو نعرفها مين اللي قال لنا عليها؟ كهربا. يبقى مين اللي راح يعني مين اللي بيغري التاني؟ يعني كابتن كهربا هو استخدم حقه نتيجه انه كان عايز يجدد العقد بعقد جديد ويمضي. اللي حاصل بينه والزمالك ما خصناش، لكن اتحاد الكوره وثق العقد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. ما طلع احمد سمير كابتن احمد سمير فرج قال لك انا عادي اتوثق في مارس. في مارس يناير مدوه لمارس. فكل الناس يجي تقول لك وده لا ساعتها بص التخريجه يا اللي بتتكلموا على الاهلي. الزمالك عايز يسجل احمد سمير فرج فهيشيل مين؟ احمد حسن. فقال لك عشان احمد حسن خارج في مهمه وطنيه هيبقى مدرب او اداري المنتخب فده يشفع انه يتشال احمد حسن ويتحط احمد سمير فرج في مارس. زي دلوقتي ما الزمالك متبني موقف الاهلي يا عيني وبيساندنا في ان احنا نغير الاثنين المصابين اللي عندنا فنوسع الاستبدال عشان الاهلي يغير اثنين مصابين. طب تقول ايه بس والنبي في الاحداث دي؟ طب تقول ايه عن نظام الكوره في مصر؟ طب تقول ايه على اصحاب النوايا الحسنه وعشمانين في تطوير الكره المصريه؟ ازاي؟ اذا كنا بنفكر لحد النهارده ان كل يوم وتاني طبقا للظروف عايزين نغير لائحه ونكسر لائحه ونأيد واحد يوم جمعه وواحد في مارس والتاني بعد ميعاد التسجيل بشهرين. اما تتخيل المشاكل يقول لك محتاجين نظبط اللوائح، اللوائح موجوده بس نطبقها.